رجعت وعندي أمل مشتاق أشوفك مرة أمل إذا يجمعنا الأجل أرخصها روح النظرة نظرة منك وترد الروح نظرة منك وترد الروح كل ما وظلت مخفية بأعماقي خلى أرويها واشرح لك أشواقي وش ما حنت عيني تمنت ملقاك كل حب يمضي حبك هو الباقي وأنا بدمي أكتب لك ميثاقي خادم عندك يا من وحدك أهوى معنا الأجل أرخصها روح النظرة نظرة منك وترد الروح نظرة منك وترد الروح تقرب مني وأنا لأبعد عنك حتى النظرة ما استاهل لما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشوراء قام خطيبا في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قلبكم وقدني في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال فصفهم للحرب فكانوا 77 ما بين فارس وراجل فجعل زهير بن لقين في الميمنة وحبيب بن مظاهر الأسدي في الميسرة وثبت هو وأهل بيته في القلب وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام في 70 فجعل على الميمنة عمر بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمس بن ربعي وعلى الخيل شمر بن ذي الجوشن وعلى الرجالة عروة بن قيس ولما رأى الحسين عليه السلام ذلك رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من مكروه يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك ففرجته عني وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة أيها الناس اسمعوا قولي
ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم عليه، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين في الرياح. إن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام، قال لعمر بن أسف أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله، قتال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. وأقبل الحر حتى وقف مع رجل من قومه يقال له فروة بن قيس، فقال يا فروة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال لا. وأخذ الحر يدنو من معسكر الحسين عليه السلام، فقال له المهاجر بن أوس إن أمرك لمريح، فما هذا الذي أراه منك؟ قال الحر إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرق. ثم قصد الحسين عليه السلام ومعه ولده وخادمه ويداه على رأسه وهو يقول اللهم إليك أني فتب علي فقد أرعبت قلوب أوليائك. وقال للحسين عليه السلام جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبكم الذي حبسكم عن الرجوع وجعجع بكم، وما حسبت القوم يردون عليكم ما عرضته عليهم، وأنا تائب مما كان مني إلى ربي مواسيا لك بنفسي وولدي حتى نموت بين يدي، فهل ترى لي من توبة؟ قال الحسين عليه السلام نعم يتوب الله عليك. رجل من معسكر عمر بن سعد يقال له جابر بن حوزة مناديا إلى معسكر الحسين عليه السلام قائلا أفيكم الحسين؟ فسكت الحسين عليه السلام فقالها ثانيا حتى إذا كانت الثالثة قالوا له نعم هذا حسين فما حاجتك؟ قال يا حسين أبشر بالنار. فقال الحسين عليه السلام كذبت والله، بل أقبلوا على رب غفور وشفيع مطاع، فمن أنت؟ قال أنا ابن حوزة. فرفع الحسين عليه السلام يديه بالدعاء وقال اللهم حزه إلى النار، فغضب ابن حوزة فذهب ليقحم فرسه بينه وبين نهر،
فسقط إلى الأرض يبحث برجله وعجل الله بروحه إلى النار. عمر بن سعد نحو معسكر الحسين عليه السلام فوضع سهما في قوسه فرمى بها نحو معسكر الحسين عليه السلام. وتكاثرت عليه الجموع حتى قتلوه فحمله أصحاب الحسين عليه السلام حتى وضعوه بين يدي الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين حتى وضعوه بين يدي الحسين عليه السلام فقال الحسين عليه السلام أنت حر كما أسمتك أمك وأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مختلف الرماح ونعم الحر إذ واسى حسينا فجاد بنفسه عند الصباح مولى زياد وسالم مولى عبيد الله ابن زياد وقال من يبارز فوثب إليهما حبيب بن مظاهر الأسدي وبرير بن خضير الأمداني
فقال لهم الحسين عليه السلام: أين عبد الله؟ أين عبد الله ابن حمير الكلبي؟ فخرج وكانت زوجته تجاذبه وتمنعه عن الخروج، وأمه تقول: بني أعزب عن قولها واخرج وانصر ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج وكان طويلا بعيدا ما بين المنكبين، فاستأذن الحسين عليه السلام بالقتال، فأذن له الحسين عليه السلام فبرز إلى الميدان وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن الكلب، حسبي بيتي في حليم حسبي، إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم صادقا والضربي. وقاتل حتى قتلهما معا. وجاءت زوجته وهي تحمل عمودا وتقول: فداك أمي وأبي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فقال لها: الآن كنت تنهينني عن الخروج والساعة تقاتلين معي؟ قالت: لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت خاطري. قال: ما الذي سمعتيه منه؟ قالت: سمعته بباب الخيمة ينادي وقلة ناصر. فردها إلى الخيمة ورجع إلى ساحة القتال. الصفوف وجدل الأبطال وقاتل قتالا شديدا حتى تعطفوا عليه من كل جانب فقتلوا رضوان الله تعالى عليه السلام، وحملوه إلى مخيم الشهداء. خرج الجابريان وهما سيف بن الحارث ابن سريع الجابري وأخوه مالك بن الحارث ابن سريع الجابري، فجاء إلى الحسين عليه السلام وهما يبكيان، فقال لهما الحسين عليه السلام: ما يبكيكما يا ابني أخي؟ فوالله إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين. قال: ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي علي، نراك وقد أحيط بك ولا نقدر أن نمنعك. فقال لهما الحسين عليه السلام: جزاكم الله خيرا يا ابني أخي بمواساتكما إياي،
ثم استأذن الحسين عليه السلام في القتال وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. فقال الحسين: وعليكم السلام. ثم توجه نحو الميناء. فقال له مسلم قولا ضعيفا:
بشرك الله بكل خير. ثم قال يا حبيب لولا أعلم إني في الأثر لا أحببت أن توصيني بما أهمك. فقال له مسلم أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام، قاتل دونه حتى تموت. فقال له حبيب سأفعل إن شاء الله. ثم قضى نحبه رضوان الله تعالى عليه. اي وصلت يا بين ظاهر منيتي، وصلت يا بين ظاهر منيتي، انا ما اوصيك بعيالي وبيتي، ولا مثل ريت مثل ريت يا ريتك الجاهد سويتي بالحسين وعيالي يا وصيتي. ثم حمله أصحاب الحسين عليه السلام إلى مخيم الشهداء عليه السلام نحو القوم قائلا يا عمر بن سعد أما تكف الحرب حتى نصلي الظهر؟ فلم يجب اللعين. فتكلم الحسين بن النمير قائلا صل يا حسين فإن صلاتك لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر الأسد أو تقبل صلاتك يا ابن اليهودية؟ فغضب الحسين لعنه الله فبرز للقتال. فلما سمع حبيب كلامه ودع الحسين عليه السلام وقال إني أحب أن أصلي في الجنة. فأذن له الحسين بالقتال فبرز حبيب بن مظاهر وهو يرتجز ويقول أنا حبيب وأبي مظاهر وفارس الهيجاء إلي ذو القسوة. فحمل عليهم يضربوا فيهم ويجندل الأبطال والفرسان حتى اجتمعوا عليه من كل جانب وقطعوه إربا. وأتاه الحسين عليه السلام وقال رحمك الله يا حبيب، عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ثم قال لصحبه احملوه إلى المخيم رضوان الله تعالى عليه. عليه السلام أمر زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي وقال تقدم أمامنا حتى نصلي. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يرمونهم بالسهام والرماح، وكلما جاء سهم إلى الحسين عليه السلام كان سعيد بن عبد الله الحنفي يتقيها بنحره وبدنه وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم بلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصرة ذرية نبيك صلى الله عليه وسلم. زهير بن لقيط نحو الحسين عليه السلام يستأذنه بالقتال وهو يقول: هديت هاديا مهديا، فاليوم تلقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الفتى الكميا وأسد الله الشهيد الحيا. فأذن له الحسين عليه السلام فتقدم إلى الميدان يطلب القوة إلى الغراس، فبرز له جمع من العسكر فقاتل قتالا شديدا حتى قتل جمعا كثيرا منهم وشد عليه كثيرا من عبد الله الشعبي ومهاجر من أوس التميمي فقتلاه، ومشى الحسين عليه السلام إلى مصرفه. لا يبعدك الله يا زهير ولعن الله قاتليك، ثم حملوه إلى المخيم رضوان الله.
ابن شبيب الشاكري نحو الحسين عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله، أما والله ما أنسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منه، ولو قدرت أن أدفع الضيم أو القتل عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعل. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد إني على هدى وهدى أبي، فأذن له الحسين عليه السلام بالقتال، ثم مضى نحو القوم. عابس ابن شبيب الشاكري نحو الحسين عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله، أما والله ما أنسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منه، ولو قدرت أن أدفع الضيم أو القتل عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعل. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد إني على هدى وهدى أبي، فأذن له الحسين عليه السلام بالقتال، ثم مضى نحو القوم. مصلتا سيفه وكان أشجع الفرسان، فأخذوا لا يبارزونه وجعلوا يرمونه بالحجارة. وهو ينادي ألا رجل لرجل، فلما رأى ذلك منهم ألقى ذرعه ومغفرته وسيفه. فشد على الناس فيه: أجل أنت يا عابس؟ قال لهم: نعم، حب الحسين أجنني، فقاتل قتالا شديدا. ابن خضير الهمداني وكان زاهدا
عابدا قارئا للقرآن، وكان يقال له سيد القراء. فاستأذن الحسين عليه السلام في القتال، فأذن له الحسين عليه السلام، فتقدم نحو القوم وهو يقول: اقتربوا اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول الله وذريته الباقين. فخرج إليه يزيد بن معقل ونادى: يا برير، كيف درى صنع الله بك؟ قال برير: صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا. فقال يزيد: كذبت والله، وقبل اليوم ما كنت كذابا. أتذكر يوم كنت أماشيك في بني هوازن وأنت تقول: كان عثمان مسرفا ومعاوية ضالا، وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال برير: أشهد أن هذا رأي. فقال له يزيد: أشهد أنك من الضالين. فقال له برير: ألم أباهل؟ ولندع الله أن يلعن الكاذب منا. فتباهلا، ثم تبارزا فاختلفا بضربتين. فضرب يزيد بريرا ضربة خفيفة لم تضره شيء، وضربه برير ضرب قدت المغفر ووصلت إلى دماغه، فسقط والسيف في رأسه. فحمل عليه واعتنق واعترك، ثم رمى به إلى الأرض وقعد على صدره. وحمل عليه كعب بن جابر الأزدي وطعن بريرا بالرمح في ظهره. فنزل برير عن ابن منقذ بعد أن عض أنفه فقطعه. فصاح ابن عفي ابن أبي الأخنس: هذا برير الذي يقرأنا القرآن في جامع الكوفة. فلم يلتفت إليه وضربه بسيفه حتى قتله رضوان الله تعالى عليه. ثم حمد من بعده أنس بن الحارث ابن نبيه الكاهلي، وكان شيخا كبيرا صحابيا جليلا، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسمع حديثه، وقاتل معه في بدر وحنين. فاستأذن الحسين عليه السلام، فأذن له الحسين عليه السلام، وبرز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسين عليه السلام بهذه الهيئة بكى وقال: شكر الله لك يا شيخ. وتقدم نحو القوم يطلبهم للبراس. كل جانب وقتلوه رضوان.
قد قتل في الحملة الأولى وكانت أمه معه فقالت له اخرج يا بني وقاتل بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج نحو الحسين عليه السلام فقال الحسين عليه السلام هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه ردوه إلى الخيمة فقال الغلام إن أمي هي التي أمرتني بالقتال وألبست لي لامة حربي فاحتضنه الحسين عليه السلام ثم أذن له بالقتال فبرز نحو القوم وهو يرتجز ويقول أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير فقاتل قتال الأبطال حتى اجتمعوا عليه من كل جانب وقتلوا رضوان الله تعالى عليه مولى أبي ذر الغفاري وكان عبدنا سدى وقال له الحسين عليه السلام أنت في إذن مني فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتلي بمصيبتنا فقال يا ابن رسول الله أنا في الرخاء ألحسوا قصاعكم وفي الشدة أخذلكم والله إن ريحي لنت وإن حسبي للئيم وإن لوني لأسود فتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي ويبيض وجهي ويشرف حسبي لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت فسلم على الحسين عليه السلام واستأذنه بالقتال فأذن له الحسين عليه السلام فتوجه نحو القوم يطلبهم الغاز قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يا قوم لا تقتلوا حسينا
فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى. فقال الحسين عليه السلام: يا ابن أسعد رحمك الله، إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق، ونهضوا إليك يشتمونك وأصحابك، فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين؟ قال: صدقت يا ابن رسول الله، جحلت فداء، أفلا نروح إلى ربنا ونلحق بإخواننا؟ قال له الحسين عليه السلام: بلى، روح إلى ما هو لك خير من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلى. فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك، وجمع الله تعالى بيننا وبينك بالجنة. فحمل على القوم وهو يضرب فيهم. فبرز علي الأكبر وهو يرتجز
حسين عليه السلام أبى إن العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني فهل إلى شربة مما أتقوى بها على الأعداء؟ قال الحسين عليه السلام بني يعجز والله على أبيك أن يراك بهذه الحال. يا بني قاتل قليلا فما أسعى ما تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تبرأ بعدها أبدا. بني اذهب وودع أمك فهي تحب أن ترى وهي واقفة بباب الخيمة. رجع إليها علي الأكبر وودعها ثم توجه إلى ساحة القتال. وقد سقاني بكنزه الأوفى شربة لا أظمأ
رأى بعدها أبدا. فانحدر إليه الحسين عليه السلام ومعه بنو هاشم. حتى وقف عليه ورآه مقطعا بالسيوف فقال: يا بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني علي على الدنيا بعدك العفو. ثم فاضت عيناه فالتفت إلى بني هاشم وقال: احملوا وفاكم، فوالله لا ناقتني على قبله. فحملوه إلى المخيم. عليه السلام حمل آل أبي طالب حملة واحدة. فصاح بهم الحسين عليه السلام: صبرا على الموت يا بني عمومتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. فخرج عبد الله بن مسلم بن عقيل ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي سعيد وجعفر بن عقيل، فاستأذنوا الحسين عليه السلام بالقتال، فأذن لهم الحسين عليه السلام. ابن الإمام الحسن عليهما السلام نحو عمه الحسين عليه السلام، وكان عمره 11 سنة، وطلب الإذن في القتال. فاحتضنه الحسين عليه السلام وقال: يا ابن أخي، أنت وديعة أخي الحسن. وأخذا يبكيان، فألح القاسم في البراز، فأذن له الحسين عليه السلام ودموعه تجري على لحيته. فتقدم القاسم وخرج خلفه أبوه وهو يقول: يا أخي يا قاسم، انظر لي قليلا. فلما التفت إليه القاسم قال: ما تريد يا أخي؟ قال: أريد الذهاب معك لنصرة عمي الحسين. قال القاسم: يا أخي، أنت صغير ولا طاقة بك ولا طاقة بك على حر السيوف. قال الصغير: أريد أن أخذ بثار أعمامي من هؤلاء المنافقين. وألح عليه بالذهاب، فاحتضنه القاسم وبكى، ثم ودع أخاه ورجع إلى ساعة المعركة وهو يرتجف ويقول: إن تنكروني فأنا رجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس غاسقوا صوب الحسن. فقاتل قتالا شديدا.
جاء عند رأس القاسم والقاسم يفحص برجله الأرض والحسين يقول بعدا لقوم قتلوا ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم قال لإخوته يحمل القاسم إلى المخيم لما رأى كثرة القتلى من أهله وبني عمومته قال لإخوانه من أمه وأبيه عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله. فخرج عبد الله يستأذن الحسين عليه السلام بالقتال فأذن له الحسين عليه السلام بالذهاب إلى القتال. فبرز عبد الله نحو القوم وهو يرتجز ويقول أنا ابن ذي النجدة والأمران ذاك علي الخير الفعاني سيف رسول الله بالنكال في كل يوم ظاهر الأهوال وقاتل قتالا شديدا حتى أخذ العدو بالجراح واجتمعوا عليه من كل جانب فقتلوه. إلا أخاهم عباس وقد أحاطت به الجموع وهو يرى العيال وقد أنهك العطش فسمع الأطفال ينادون العطش العطش يا فتقدمت إليه سكينة وهي تحمل القربة وتقول يا عم إن العطش قد قتلنا فهل إلى شربة من ماء. فأخذ منها القربة وحملها على عاتقه المقدس وتوجه نحو الحسين عليه السلام يطلب الابن بالخروج. فقال له الحسين عليه السلام يا أخي أنت صاحب لوائي. قال العباس عليه السلام قد ضاق صدري وأريد أن أخذ ثأري من هؤلاء المنافقين وأجلبوا لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فاعتنقه الحسين عليه السلام.
يقول أين تفرون وقد قتلتم عدي أين تفرون وقد كسرتم عضدي حتى فرقهم الحسين عليه السلام وجلس عند جسد أبيه أبي الفضل العباس عليه السلام فرآه مرضوع اليمين واليسار مثركنا بالجراح انحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال ألا وقلت حيلتي وشمت بي عدوي فأراد أن يحمله إلى المخيم فقال العباس عليه السلام أخي يا حسين ادنو مني وضع فمك على فمي فلما فعل ذلك فاضت روح أبو الفضل عليه السلام في قدر الإمام الحسين فتركه في مكان ورجع الحسين عليه السلام نحو المخيم منكسرا حزينا وضع يده على ظهره وهو يكفف دموعه فاتته سكينة فسألته عن عمها فأخبره بمبتديه فسمعته زينب فصاحت واخا أيوة عباس وضيعتنا بعدك يا بلفا وبكت النسوة وبكى معنا الحسين عليه السلام التفت الحسين عليه السلام فلم ير أحدا ينصره ونظر إلى أهله وصحبه متزرين كالأرض وهو إذا يسمع حويل الأيام
وصراخ الأطفال، فنادى بأعلى صوته: هل من لاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في غافلنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والعويل، وإذا بفارس قد أقبل ومعه راية مسرعا نحو معسكر الحسين عليه السلام، وهو ينادي بأنيس يا حسين لبيك.
قال الحسين عليه السلام: أنتم تقاتلوننا ونحن نقاتلكم، ولكن ما ذنب هذا الرضيع؟ فهل من شربتي ماء؟ خذوه واسقوه أنتم. فكثر اللغط بين عساكر ابن سعد، فمنهم من يقول اسقوا، ومنهم من يقول اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. فتقدم عمر بن سعد نحو حرملة الدكاهل، وكان راميا، فقال: يا حرملة اقطع نزاع القوم. فخرج حرملة من دمه الطاهر، ورمى بها نحو السماء، فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. وقال له وقال: اللهم لا يكن دم هذا الرضيع أهون عليك من قصير ناقة صالح. وحمله الحسين عليه السلام وتوجه به نحو وقد أحاطت به النساء والأطفال، فأوصاهم بالصبر. ولما هم بالذهاب إلى المعركة قالت له زينب: يا أخي يا حسين، انظرني حتى أنفذ الوصية وأؤدي الأمانة. فقال: يا أختا، وأي وصية وأي أمانة؟ قالت زينب عليها السلام: إن أمنا الزهراء عليها السلام عندما حضرت الوفاة قالت لي: إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا في عرصة كربلاء فشميه في نحره وقبليه في صدره.
وجاء السكينة بنت الحسين عليه السلام فقالت يا أبتا مد يدك على رأسي كما تفعل مع اليتامى. قال يا بني لما؟ قالت لأني سأصبح بعدك يتيما ولا أجد من يمسح على رأسي. ثم إن الحسين عليه السلام نظر إلى طفلة بباب الخيمة لآل عقيل وهي ترتعد كالسعفة من شدة العطش فأمر بها فحملت إليه وهي تقول إن عمومتي قد خرجوا ووعدوني بالماء ولم يرجعوا إلى الآن وأنا أموت من العطش. فضمها الحسين عليه السلام إلى صدره وقال إني ذاهب إليهم لأخبرهم بذلك. قالت إن ذلك يطول علي فخذني معك إليهم. قال يا ابنتي إن أخذتك فمن يعيدك. ثم إن الحسين عليه السلام ودع عياله ثانيا ومشى إلى القتال. ومشى الحسين عليه السلام إلى القتال مسلسا سيفه هائسا من الحياة. ودعا الناس إلى البراء له ثلاث شعر
فوقع على قلبه فقال عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي أنت تعلم إنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ثم أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنه ميزاب، فأعياه نسف الدم، فجلس ليستريح على الأرض وهو ينوء برقبته. فجاء إليه في ذلك الحال مالك بن النسر الكندي فشتمه وضربه على رأسه الشريف بالسيف، وكان على رأسه برنص فامتلأ البرنص دما. فقال له الحسين عليه السلام: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وحشرك الله مع القوم الظالمين. وبينما إذ خرج عبد الله بن الحسن وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم قاصدا عمه الحسين عليه السلام، فلحقته زينب لتحبسه وتمنعه، فامتنع امتناعا شديدا وجاء يشتكي نحو عمه الحسين وقف إلى جانبه ثم اعتنقه. وجاء بحر بن كعب ليضرب الحسين عليه السلام بالسيف، فنادى الغلام: أيها الحبيب أتضرب عبد الحسين بالسيف؟ فضربه اللعين، فاتقى الغلام بيده فأعطى النهار للميل، فإذا السماء وامنحهم بركات الأرض، اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولادة عنهم أبدا، إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم إن القوم أحاطوا بالحسين وحالوا بينه وبين رحله، فدب الرعب في خيام النساء، فصعد الزينب
أختي زينب أن أحبسيه حتى لا ينقطع به نسل آل محمد. فردته زينب إلى الخيام، وعندها نادى زينب يا جدا يا محمد هذا حسين وحيدا بين الأعداء وبناتك الحياة. فلما سمع الحسين عليه السلام ونظر إلى القوم أراد أن ينعض من مكانه فلم يستطع، فنادى على القوم يا شيعة لأبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعه فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم كما تدعون. فقال شمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال الحسين عليه السلام إني أقاتلكم وأنتم تقاتلونني والنساء ليس عليهم دين فامنعوا عدادكم وجهادكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال الشم فكذلك يا ابن فاطمة. ثم إنهم قصدوا الحسين عليه السلام وهو مطروحا على الأرض، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، ولكن كلهم قبيلة تتكلوا على الأخرى وتكره الإبداع. فصاحب يوم الشمر ما وقوفكم وما تنظرون بالرجل؟ فاحملوا إليه حملة واحدة. فحملوا عليه من كل جانب فضربه جرعة بن شريم على كتفه اليسرى وضربه فوقع في نحره وسقط وجلس قاعدا، فنزع السهم من نحره وقرن كفيه، فكلما امتلأت من دمائه خضب بها رأسه ولحيته وهو يقول هكذا ألقى الله مخطبا بدمي مغصوبا علي حقي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. فقال عمر بن سعد لفرسانه ويحكم انزلوا وأريقوا. فبدر إليه الشام فرفسه برجله وجلس thank you.
أمل مشتاق أشوفك مرة أمل إذا يجمعنا الأجل أرخص أروح النظرة نظرة منك وترد الروح نظرة منك وترد الروح كل ما وظلت مخفية بأعماقي خلى أرويها وأشرح لك أشواقي وش ما حنت عيني تمنت ملقاك